فارزقكم من هذا الاتجاه، فارزقكم من هذا الاتجاه. معاناة طويلة من شوب الخيام البرد، هذا شعور لا يوصف. نقلنا إلى هذا السكن الكريم. اليوم نحن بمشروع الكوت السكني. هذا المشروع يعني الهدف منه اعمار 500 بيت ونقل 500 عائله من خيام لبيوت. انتهينا المرحله الاولى 240 بيت. ارتئينا انه نحن لازم نقول العائلات بهالفتره، حتى لو ما كانت جاهزه للحدائق وال يعني والمدرسه والمسجد، كرمال يتم نقلهم باسرع وقت ممكن. كنا مخيم الامل، وجزاها الخير طلعونا على بيوت، فرحة ما توصف. شاشقنا هون مشان ما نعود نفكر انه نرجع لهون ان شاء الله. بيت غير، حس بالاستقرار بالامان يا ابني. باب استكر عليك، بابك هاد مو خيمة. المشاريع الاربعه اللي شغال عليهم فريق منهم، بالايام الجايه راح يصير في نقل عائلات كمان. نامل من رب العالمين انه يقدرنا انه نحقق هدف الحمله، حتى لو اخذت معنا وقت وجهد حتى اخر خيمه.